السلام عليكم. المحاضرة السابعة عن الفاكسينز، اللي هي مختصر من 5 محاضرات تخص اللقاحات، لأنه موضوعكم هو فيرولوجي and vaccine. حاولنا نختصر الفيرولوجي بالمحاضرات السابقة، وهسه بدينا بمحاضرات الفاكسينز اللي هي 5 محاضرات اختصرت قسم منها بهاي المحاضرة، ونشوف بعد شنو الظرف اللي نقدر نعطي بعد واحدة أخرى أو لا. الفاكسينز، the word vaccine originates from the Latin variola vaccinia اللي هي الكاوبوكس الجدري. إدوارد جينر، أحد العلماء اللي عملوا بمجال اللقاحات واللي هو أنتج أو اكتشف لقاح الجدري اللي هو Prevent Smallpox in Human، حالياً وفي هاي الأيام يعني في الوقت الحاضر نقول The term vaccine applies to all biological preparations، ينقال على كل البيولوجيكال المواد البيولوجية اللي تستخدم للوقاية أو لتحفيز مناعة الجسم against أو ضد الديزيز معين، أما بروفيلاكتيك كحماية وقاية أو كثيربيوتيك استخدم علاج مثل ما يصير بالهيباتيتس بي والسي فيروس، لما يصير الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي يعطى كلقاح على 3 جرعات، كل جرعة بين واحدة والثانية 6 شهر، خصوصا للعاملين بمجال الطبي. وأيضا عندما يصاب الشخص بالهيباتيتس يعطى هذا اللقاح إضافة إلى الانترفيرون وأدوية أخرى. وتناول الفاكسين يكون أما بشكل أوبر أو أورال، أو يكون قطرات بالأنف وحتى بخاخ. إحنا ما يعني اختصارا ما دخلت في routes of administration للفاكسين اختصارا للوقت. الفاكسينات تتكون أما من الانتاير ديزيز كوزينج أورجانيزم، كل الأورجانيزم، أو some of its components، بعض من أجزائه. They may be they be constructed to several ways، عدة طرق أدنى لإنتاج أو الحصول على الفاكسين. From living organisms that have been weakened، أما من مواد من الأورجانيزم هو نفسه، live organism، لكن يضعف بطرق أما thermal أو chemical or any way else، أو الcomponents اللي تسبب الديزيز مثل specific protein أو nucleic acid معين. قد يكون بكتيريا المسبب لي يعني ال virulent factor هو التوكسين، فيسوون التوكسين يسووا توكسويد وينطوا كفاكسين أيضا ممكن، أو إنه يسوون linkage ف conjugation بين البروتين والبوليسكرايد حتى يزيدون الإفكتيفنس زين، حتى يعني يشتغل زين بالنسبة لليونج children. أكو عندنا تيبل هنا ينطيني أمثلة على أولا list هو لل type of vaccine، وأكو examples عليها. life attenuated عندنا الميزلز، المامز، الروبيلا، الفارسيلا، الزوستر، الانكتيفيتد، هيباتيتس، الانفلونزا، نيموكوكال بوليسكارايد، الريكومبيننت عندنا الهيباتيتس بي، التوكسويد، تيتانوس والدفثيريا، الكونجوكيت بوليسكارايد بروتين، نيموكوكال، مينجوكوكال، هيموفيلس انفلونزي،
تايب بي اللي مشهور بالهب. هنجي هنا اكو شيء اسمعتكم عنوان الكلينيكال ترايلز فيسز ان برودكشن اوف فاكسين. هذا هو طبعا محاضره واحده هذا الكلينيكال ترايلز، شلون المراحل بعد انه ينتج اللقاح. اني انتجته بالمختبر، طلعت الاكتيف او الانكتيف اللي يعني الاورجانيزم واريد اشتغله، قلت يابا هذا لقاح اني صنعته حتى يظهر ويطرح للماركتينج للسوق. اكو عدة مراحل، اني مطيتكم هنا الكلينيكال ترايل فيسز 1 إلى 3، هي بالحقيقة 4 و5 احيانا توصل وحسب الحاجة. حاليا هسه اذا عندكم اطلاع، بما انه انتم راح تكونون خريجين علوم، فالمفروض يكون عندكم اهتمام لان انتم باحثين بالوباء هسه اللي موجود اللي هو الكورونا فيروس اوت بريك. حاليا بريطانيا واصلين للفيس 2 او فيس 3، فيس 2 الى فيس 3 يعني بين الاثنين والثالث، مرحله ثانيه او ثالثه من انتاج اللقاح. بالبرازيل لا، داخلين بالمرحله الرابعه، وكلها هي هاي هسه المراحل اللي يشتغلونها على الكورونا فيروس. هي يسموها لقاح طوارئ emergency vaccine، لأنه حتى ينتج اللقاح يرد على الأقل 1.5 إلى 2 سنين حتى يكون سيف وما يأثر على الأجيال حتى، وما بيه طفرات وعدة أمور ما كفرصة أنه نتطرق إلها، كان المفروض نتطرق إلها بمحاضرة خاصة. مختصر هذا الموضوع الكلينيكال ترايلز هو أنه يقدم الفاكسين بشكل أمين للسوق، وأكو عدة منظمات وجهات لازم تنطي جنسي، تنطي فد رخصة للعمل ولتناول هذا اللقاح. بالنسبة للregulation of virus أو vaccine عفوا can be divided into 3 stages، عندنا developmental والlicensure والpostlicensure، كل واحد من دول بعدة مراحل. الdevelopmental يتكون من preclinical research and development and clinical research and development و preclinical testing. Preclinical research and development are carried out in the laboratory using in vitro technique or when necessary in vivo technique. اكو in vitro اللي هو داخل المختبر اللي نسميه داخل التست تيوب، واكو in vivo اللي اذا تطلب if necessary اذا كان ضروري فيستخدمون الحيوانات حتى يتأكد تماما انه عبر هاي المرحلة اللقاح حول على المرحلة اللي بعدها. وكل هذه المراحل اللي يمر بها انتاج اللقاح، واكو ريبورتس واكو داتا تسجل بتقارير دقيقة جدا حتى تتحول الى الماركتينج والتسويق وعملية الانتاج على المستوى العالمي. اكو عندنا الفيسز اوف كلينيكال ديفلوبمنت، عندنا 1 إلى 3. الكلينيكال ترايل classified into 3 phases، 1 و2 و3، هذول يمرون بهاي المراحل. بعد ما تخلص هاي المراحل راح تيجي منظمات معينة، الـ IND اللي هي Investigational New Drug Application هاي الـ United States، وأكو certification ممكن إنه ينوخذ أو لازم ينوخذ من الـ CTX اللي هي Certificate or Clinical Trial Exemption، وين صاير هذه بريطانيا. بالإضافة إلى الإثيكس اللي يعني مواضيع أخلاقية واعتبارات أخلاقية تنوخذ بموضوع الفاكسين وغيره، تأخذ لازم بنظر الاعتبار حسب إعلان هلسنكي، وموجود عندكم اعطيتكم الرابط الخاص ب
الاتفاقية هذه، الاتفاقية الإثيكال ريفيو موجود هنا. أن الفيس 1 يبدي بعشرين healthy individual، healthy adult يجون متبرعين volunteers، يقولون احنا راح يتجرب علينا الفيروس، تنكتب البروبرتيز مال الفاكسين، tolerability يعني ايش قد تحمله بداخل الجسم، الكلينيكال لابوراتوري، الفارماكولوجيكال باراميترز، اكو عدة باراميترز راح يبقى خاضع لها هذا الشخص اللي اخذ، هذا الفولنتير اللي اخذ اللقاح اللي هم 20 individual، يتأكدون انه هو كان سيف اللقاح بهذه الفترة. يبدي يحول على الفيس 2 اللي يكبر العدد larger number، وايضا عدة تجارب وعدة ملاحظات، و يعني اكو باراميترز دوائية وتحليلات تكون strict النتائج مالتهم، ونقول انه هي سيف حتى يحول الى المرحلة الثالثة. واكو منظمات وموديولز يمشي عليها هذا الفاكسين قبل ما ينطرح الى السوق. واكو ادنى فد اوثورايزيشن لازم ياخذونه من NRI اللي هي الناشونال ريجوليتوري اوثوريتي، تقدرون تطلعون على تكتبون هذا العنوان، تكتبون WHO vaccine، تعرفون هاي المنظمة أو هاي الجهة شلون تنطي السيرتيفيكيشن وبأي طريقة وشنو شروط حتى تنطي السيرتيفيكيشن. واحدة من الشغلات اللي تنفحص الإميونوجينيسيتي مال الفاكسين بداخل الإنسان، وطبعا كل فيس العدد مال الهيلثي انديفيدوال الفولنتيرز يكبر حد ما يوصل إلى حد 10,000 شخص. وأكو فيسز اللي هي الرابع أو الخامس على ما أذكر، يأخذون تاون مدينة أو قرية بها أعداد، وينطوهم اللقاح كلهم ويعيشون حياتهم طبيعية ويشوف تأثير اللقاح عليهم. عندنا الهيرد اميونيتي، مصطلح الهيرد اميونيتي هذا اختصرت لكم محاضرة واحدة بهاي الصفحة ونص فيما يخص الكلينيكال ترايل بالفيسز اوف production of vaccine. نجي على مصطلح مهم اللي هو الهيرد اميونيتي. الهيرد اميونيتي هو اللي تسمعون عنه اللي هو يسمى مناعة القطيع، اللي اعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني، قال احنا لازم نتبع مناعة القطيع لانه ما نقدر نسيطر على المرض، وهذا الكورونا فيروس ماكو سيطرة عليها، واحنا ما نقدر نوقف اقتصادنا وهكذا. فهو شنو الهيرد اميونيتي؟ يعود الى حقيقة انه الريسك اوف انفكشن among susceptible individuals in a population reduced by the presence of adequate numbers of immune individuals. انه اني حتى احافظ على المجتمع كله فاخلي immune individuals، يعني شنو؟ اشخاص اخذوا جرعة من المرض، اشخاص اخذوا جرعة من الفيروس او جرعة من البكتيريا، دول الأشخاص هم اللي راح ينشرون المناعة ضد هذا الفيروس. هذا الـ herd immunity. This effect is reflected in a dramatic decrease in the incidence of the disease. هذا يقلل من الـ increase ومن الانتشار مال المرض، لكن قد يروح ضحيته ذوي المناعة الضعيفة، كبار السن واللي عندهم كرونيك ديزيزز، قد بعض الأطفال اللي عندهم ضعف بالمناعة بأمراض معينة، مرض السرطان هم اللي راح يوقعون بيها. The threshold of immunity needed for this indirect protective effect depends on many factors. أكو عدة factors
يعتمد عليها من هذه الفاكتورز هو الانفكشيوس ايجنت، نوع الايجنت، نيتشر اوف فاكسين انديوسد اميونيتي، طبيعه الاميونيتي راح تنتج، و ديستريبيوشن اوف اميون انديفيدجوال، شلون ينشرون ذولا الانديفيدجوالز بالمجتمع اللي هم الاميون انديفيدجوالز، يعني اخذوا الديزيز بس ما ظهرت عليهم اعراض، او ان هم اللي النقاهة، فترة النقاهة ذولا اللي طابوا وصاروا زينين، يبقون ينقلون المرض، يبقون ينقلون الجرثومة بدون ما هم يتأثرون، أو إنهم طابوا ولا زالوا ينقلون المرض، ينقل إلى الآخرين حتى يكتسبون مناعة. هذه الهيرد إميونيتي يسووها، أما يسووها يدويا، يعني إن هو ينشر أشخاص أصيبوا بالفيروس، يعني يسحب لهم دم ويعرف إن هم موجود، أو يأخذ لهم مسحات، أو شنو نوع التحليل اللي ممكن أحصل على هذا الفيروس أو هاي البكتيريا، وأنشرهم هذول اللي هم بوزيتيف لهذه البكتيريا أو هذا الفيروس، وأنشرهم بالمجتمع. أكو هاي طريقة لإكساب المجتمع معين أو مدينة معينة أو دولة معينة، إكساب مواطنيها مناعة، سموها مناعة القطيع. فتوزيعهم أيضا ضمن الكوميونيتي هو أيضا إلى تأثير في هذا النوع من المناعة. من أمثلة الهيرد إميونيتي اللي صار المامس أوت بريك، النكاف اللي صار في احدى جامعات الولايات المتحدة الامريكية. عادة يكون اللايف اورجانيزم، اللايف فاكسين او اللايف فيرال فاكسين، هو اللي ينشر او يكسب كهيرد اميونيتي بالنسبة للمجتمع. نجي على مختصر آخر لمحاضرة عدة محاضرات، هذا عنوانه هنا العنوان Figures and tables illustrates some of important terms and mechanisms in vaccine. هتجيكم عدة Figures tables، هذه تختصر محاضرة، كل فيجر يختصر لفد صفحتين أو صفحة من الشرح، اختصرناها بشكل مخطط. تقدرون تعتمدون الشرح مالتي إذا طلب من عندكم هذا الشرح. الفيرال أنتيجين اللي هو هسه شنو العنوان؟ Schematic representation of the mechanism of vaccination and immune defense against viruses. شون يجي الفاكسين وشون المناعة الجسم تسوي الإميونيتي ويصير الجسم ممنع ضد هذا المرض. يجي الفيرال أنتيجين والفيرال كله، الفيروس كله كامل، منو راح يتعرض له؟ راح يتعرض له الأنتيجين بريزنتينج سيل. الأنتيجين بريزنتينج سيل أي بي سي، هاي اللي لونها جوزي وجاي جتي التهمته للفيروس. شنو موجود عليه الأنتيجين بريزنتينج سيل؟ مثل ما تعرفون بالمناعة إذا تتذكرون، MHC class 1 و MHC class 2 أكلتها يعني فاجوسايتوسيس سوت له، إيش راح تستفاد؟ تصير عندها هنا MHC class 1 تأخذ لها إشارة، هاي الإشارة تخص إنه يا بهاي الخلية الأنتيجين presenting cell ترى التهمت لها فيروس، وأيضا MHC class 2 خلت لها إشارة حمراء تقول يا به إنه هاي الانتيجين بريزنتينج سيل ترى شوفوني اني اكلت لي او سويت لي فاجوسايتوسيس للفيروس. وين تروح هذه؟ هي باشاراتها هاي الانتيجين بريزنتينج سيل نقول تقدم الفيروس او علامات الاصابه بالفيروس او علامه لالتهامها للفيروس، تقدمها للتي هيلبر سيل اللي وين موجوده؟ موجوده باللنف نود. إيش راح تسوي التي هيلبر سيل؟ تقوم تنطي إشارات، الإشارات هاي عبارة عن سايتوكاينز أو كيموكاينز،
لهذا السبب أنا طلبت من عندكم السيتوكاين ستورم تقرير عنه وشون يصير. السيتوكاين ستورم هو اللي حقيقة الجسم مناعة الجسم شون الخطأ غير العمد، القتل غير العمد نقول عنه بالضبط مثل القتل غير العمد. الجسم من يجي فورين بودي يهب للدفاع عن نفسه، من هو الاميونيتي مال الجسم. فعندنا خصوصا اذا كان فيروس شرس وعنيف مثل الكورونا فيروس، كورونا فيروس تهيج مناعة الجسم بشكل مو طبيعي، ان كل خلايا الجسم التي سيل والبي سيل كلها تقوم تنتج سايتوكاينز. من تنتج هاي السايتوكاينز والانترفيرونات وكل الكيموكاينز هي تنتج يعني كوسائل دفاعية تقتل الفيروس، ترتفع درجة الحرارة نتيجة هذا الانفلاميشن، ويعني تعلق يعني واحد جاي يهجم عليك على بيتك، تطلع شكو عندك سلاح حتى تدافع عن نفسك، تطلع الرشاشة وتطلع المسدس وتطلع مع أي شيء بالأسلحة اللي موجود عندك، بس تريد تدفع الضرر عن نفسك. لكن للأسف هاي السيتوكاينز هي من نتيجة تجمعها تسبب الوفاة بطريقة يطول شرحها. المهم هسه عدني اتيال بارسيال اجاها خبر من الانتيجين بريزنتينج سيل. هي ايش يسموها الانتيجين بريزنتينج سيل؟ خلايا اللي تقدم الانتيجين للتي هيلبر سيل، فتبدي تنطي اشارات لانتاج السيتوكاينات، تنطي سيتوكاين تخلي السيتوتوكسيك لينفوسايت هاي الزرقة الطوخ اللي فوق تخليها تنتج جاما انترفيرون والبيرفورين والجرانزايم، تنطي إشارة للتي سيل حتى تصير ميموري سيل، تصير خلايا ذاكرة، وتنطي إشارة في السيتوكاين حتى البي سيل تتحول إلى ماست سيل، وتبدي تطلع ذولا تشوفوه محرف الواي ذولا الأنتيباديز موجودين على السطح مال البي سيل. البي سيل هاي انتجت الأنتيباديز، هاي الأنتيباديز راح تتفاعل ويا الفيروس وتقتله. وهنا أنا عندي الميموري سيل، الميموري بي سيل هي هاي اللي راح تبقى ستلد موجودة بداخل الجسم ساكنة، شو وقت ما يجي ورا شهور ورا سنوات يجي الفيروس نفسه أو تجي البكتيريا نفسها يقوم هو ويتذكرها، اللي يسموها ميموري لأنه أخذت صورة وخزنت بذاكرتها صورة لهذا الأنتيجين أو لهذا الفيروس هاي البكتيريا، وترد مباشرة تهجم عليه أول ما يطب للجسم بحيث ما يلحق لا يسوي سخونة ولا يسوي أي أعراض، إنه هو هذا الشخص صار إميون ممنع. لذلك بلازما النقاهة جدا مهمة لهذا السبب. أكو بي سيل أنتجت أنتيباديز جدا عالية كلش هواية بالنسبة للمرضى اللي تعافوا وتشافوا من الالتهاب الفيروسي، فبلازما النقاهة تفيد بمراحل معينة من المرض، يلحقون بعد المرض توا بدايته بعد السخونة بعد القحة ينطى الانتيباديز اللي راح ينطيها هذا الشخص للمريض اللي هو بالأكيوت فيس راح ممكن انه تفيده وتساعده على الحياة. هذا فيجر. عندنا تيبل آخر الـ correlates of vaccine induced immunity. عندنا الفاكسين والفاكسين تايب والسيرم إذا كان IgG إيش قد ينطي، الميوكوزال IgG إيش قد يكون، والميوكوزال IgA والتي سيل. عندنا الكوليرا نوع الفاكسين killed تقتل الكوليرا أو تنطى كفاكسين، قد تنطيني IgG تنطيني صليبين أو بلصين، وتنطيني ميوكوزال IgG صليب. الكوليرا اللايف أورال تنطيني يعني تنطى عن طريق الفم تنطيني صليب من أو زائد واحد من
السيرم اي جي جي وتنطيني 2 من الميوكوزال اي جي جي. عندنا الدفثيريا توكسويد، هاي الدفثيريا بكتيريا تنتج توكسين، هاي البكتيريا قاتلة، ياخذون التوكسين هو السبب المرض السبب القاتل، يضعفوه وينطوك لقاح وينطي اي جي جي وينطي ميوكوزال اي جي جي وسيرم اي جي جي. عندنا الهيبتايتس اي يكون الفيروس كيلد يقتل وينطي، شوف هنا نسبة عالية من السيرم اي جي جي. ان الهيبتايتس بي ناخذ البروتين الانتيجين مالته، البروتين المسبب للمرض وينط. عندنا اكل هب الهيموفيلس انفلونزي، وعندنا الهب جلايكوسايد نابوليسكرايد، وهنا بوليسكرايد كونجوجيت وذ بروتين، كل واحد ينطي الكونجوجيت وذ بروتين ينطيني نسبة أعلى من الاي جي جي، ينطي منها أعلى لأنه البوليسكرايد دعموه بالبروتين. الإنفلونزا الكيلد أو سب يونت ينطيني أيضا اي جي جي و اي جي ام، عفوا اي جي جي ميوكوزل وسيرم. وعندي الإنفلونزا إذا كان انترانيزل ينطى لايف اتنويتد مضاعف. وأكو عندي جابانيز إنسفلايتز يكون كيلد، والميزلز يكون لايف اتنويتد، لكن لايف اتنويتد ينطيني اي جي جي عالية سيرم اي جي جي بس ما ينطيني ميوكوزال اي جي جي. وعندي المنينجوكوكال بها ثلاث انواع اللي هو البوليسكرايد والكونجوجيت وذ بروتين، شوف الكونجوجيت دائما ينطي اعلى من البوليسكرايد وحده لانه هذا كبرناها كبرناه لل شلون تتذكرون الهابتن يكون لو مولكيول لو مولكيولر ويت انتيجين لكن ما يكون اميونوجين، فشي يسوون يربطوه بماده تكبر المولكيولر ويت مالته مثل هذا الربط بالبروتين حتى يصير يعني هاي مولكيولر ويت ينطي مناعه اكبر. عندي المينجو المن بي او المينجو كوكال وفقط بروتين. البابيلوما فيروس ايضا تنطي بناعة للسيروم. وعندي البرتوسيس تكون هول لايف سيل، وهكذا يعني المصطلحات هاي واضحة اغلبها بالنسبة لكم، اللي مو واضح وما مشروح بال بالمخطط فحفظه مثل ما هو ماكو داعي للتفصيل به. فشوف اكو مثل ان البارسيلا، البارسيلا اكل التشيكن بوكس واكل البارسيلا زوستر، كل واحد نوعه يختلف. ان التوبركولوسيس لازم يتحفز، منو عندي يتحفز؟ عندي سي دي 4 تي سيل، هنا انا البارزيلا سوستر يحفز لي سي دي 4 تي سيل، واكل يلو فيفر وهكذا. المختصرات هذه مطلوبه من البي سي جي باسيلس كالميد غورين، الهب الهيموفيلس انفلونزي وهكذا. نجي هنا على مخطط اخر اللي هو الانشيشن اوف فاكسين ريسبونس، شلون يصير الريسبونس للفاكسين بعد الانجكشن. الباثوجين اسوشيتد باترن كونتيند ان فاكسين انتيجين تراكت دندرايتك سيل مونوسايتس اند نيوتروفيل باترول ثرو اوت ذا بودي، هذا هنا هذه ضربت بالعضله راح تستقبلها الخلايا اللي موجودة بالخلايا العضلية. الانتيجينات تكون ويا فد أدجوفنت حتى يكبرون حجم الخلية، هذا الانتيجين ويا الاي دي جي اللي الأدجوفنت. وهنا راح يصير إليستيشن اوف سفشن دانجر سيجنالز باي فاكسين انتيجين،
الانتيجين adjuvant activate monocyte and dendritic cell. The activation changes their surface receptor and induces their migration along lymphatic vessels to the draining lymph nodes, where the activation of T and B cell will be taken place. يصير أكو بالتشو تحفيز معين, وبعد ما يطلع إلى المجرى الليمفي زين للجهاز الليمفاوي, يروح للليمف نود يبدي يشتغل. من وصل للليمف نود نرجع على هذا المخطط اللي هو هنا, هذا الليمف نود هنا شنو اللي يصير بيها التي هيلبر سيل, ايش راح تسوي من خطوات. مجرد انه اكو فد عمليات اكثار وتحفيز بداخل العضلة, وبعدين يروح للليمف نود يبدي يشتغل تحفيز. Determinant mechanisms of primary vaccine antibody response in healthy people live versus inactivated. اكو عندنا higher intensity of innate response ينطي higher antigen content following replication and more prolonged antigen persists generally results in higher antibody response to live than to inactivate vaccine. The innate immunity ايش تنطيني؟ تنطيني higher antigen content بعد replication, وتنطي prolonged antigen persistence يعني تنطي استقرار وثبوتية للأنتيجينات لفترات جدا طويلة, وتنطي أيضا إنتاج عالي من الأنتيبادي أكثر مما لو كان inactivated vaccine. البروتين conjugated with polysaccharide ينطي induction للجيرمينال سنتر تي هيلب سيل, أن الميموري إندكشن ينطي وينتج prolonged antibody response to protein أو للبوليسكاريد حسب. يعني إذا كان بروتين أو جلايكوبروتين أكثر من البوليسكاريد vaccine, يعني البوليسكاريد واحدة ما رح ينطي prolonged antibody كإنتاج. الأدجوفنت عندي عفوا الأدجوفنت شنو فائدة الأدجوفنت؟ إذا تذكرون بالمناعة, إذا أخذتوا أو شرحوا لكم بالمناعة إنه الأدجوفنت يأخر إفراز الأنتيجين, عادة مواد دهنية تنطى فيسوي modulation of antigen delivery. delivery يعني طرحه, فيأخر طرح الأنتيجين من المادة من الأدجوفنت. هل الأدجوفنت مشلب بالأنتيجين أو بالبكتيريا أو بالكونتنت اللي استخدمناه كفاكسين, يظل مشلب بي يسوي slow release, يحرره شوية شوية. هذا التحرير شوية شوية ينطي فرصة أكبر للجسم حتى يكون أكبر كم ممكن من الأنتيباديز, إنه يتحفزون تتحفز كل خلايا المناعية للجسم, لكن شنو ببطء وعلى كيف. هذا يسوي enhancement للفوليكولار تي هيلبر سيل ريسبونس اللي هو الاميون موديوليتري يصير به, وهذا يسوي فد سبورت قوي وانتاج قوي بحيث كل خلايا المناعية للجسم راح تتعرف على هذا الفيروس أو هاي البكتيريا وتكتسب المناعة تجاهها. عندنا الإكسترا سيلولار بي سيل ريسبونس تو بوليسكرايد أنتيجين. هنا شون البوليسكرايد أنتيجين يحفز الجسم؟ هذا البوليسكرايد استقبلته منه, استقبل الأنتيباديز اللي انتجتها البي سيل. البي سيل راح تنقسم تتكاثر, من تتكاثر الانتيباديز اللي عليها تصير أكثر, وش تنتج؟ تنتج لي IgM, تنتج لي IgG, تنتج لي IgA. دول وين يروحون؟ يروحون من
السبلين أو من الليمف نود، لأن إجا خبر للليمف نود بواسطة الانتيجين بريزنتينج سيل مثل ما شرحنا. نرجع للمخطط الأول هذا، كل شوية راح نرجع له. هاي الانتيجين بريزنتينج سيل أخذت مثلا هنا كان بوليسكارايد، هذول حطوا لهم إشارات للفاكسين اللي إجاهم، وراحوا وين؟ راحوا للليمف نود. بس بحالة البوليسكارايد منو راح يشتغل هنا؟ عندنا البي سيل. فأبرو الانتيباديز من الليمف نود راحوا المن إلى مجرى الدم، من راحوا إلى مجرى الدم انتهى بعد أي فورين بادي أو هذا البوليسكارايد المن يعود اليا بكتيريا. بعد هاي البكتيريا بس الطب راح يتعرف عليها الجسم ويلتهمها، وتجي هاي الانتيباديز يعني تقتص منها وتنقض عليها وتقضي على هذه البكتيريا أو أي جزء من عدها. هنا هذا الشرح موجود بالنسبة لهذا المخطط. إن determinants of the duration of vaccine antibody responses in healthy people. الvaccine type live versus inactivated. Live vaccine generally induce more sustained. هاي شرحنا لكم إياه هنا. يكون persistence. البوليسكرايد يفشل بي إنه يحفز التي هيلبر فوليكولار سيل والجيرمينال سايت، فالاندكشن للميموري ريسبونس يكون جدا قليل، لكن هاي افينيتي من لونج لايف بلازما سيلز. اكو بلازما سيلز بس مو كم عالي من الانتيباديز. ما تنطي بوليسكرايد انتيجين ما ينطي مناعة عالية. ان الفاكسين شيديول يكون الانترفال بين جرعة وجرعة 3 أسابيع بين البرايمري دوز حتى ينطي فرصة للديفلوبمنت، وأكو عندي بوستر دوز زين أو شون تنطى بعد إشقد، أكو بين 3 أسابيع أكو 4 أشهر وأكو حتى 6 أشهر مثل ما حال الهيبتايتس بي وسي. الانترفال بيفور بوستينج قبل البوستر دوز أقل شيء يكون 4 أشهر هنا حتى يصير ميموري سيل تتحفز مرة ثانية. يعني أكو لقاحات تحتاج إلى بوستينج، إلى دعم جرعة ثانية. الأيج آت إيمينايزيشن بالنسبة للأعمار أيضا قد يكون لأعمار معينة يكون لونج ليفت هذا الفاكسين، وأعمار أخرى ما راح يكون لونج ليفت. بالنسبة للانفيرومنتال فاكتور ما محددة لحد الآن شنو دورها بالفاكسينات. عندنا هذا التيبل هولماركس اوف ميموري بي سيل ريسبونس. الميموري بي سيل هي شنية؟ هي بي سيل جنريتد اونلي ديورينج تي ديبندنت ريسبونس اعتمادا على الفوليكولار تي هيلبر سيل والجيرمينال سنترال ريسبونس. Are resting cells that do not produce antibodies. إذا كانت هي تأخذ بس الفكرة تصير عندها ميموري بس تخزن بالذاكرة مالتها، لكن حاليا ما تنتج antibodies. شو كنت تنتج؟ ما يصيرها maturation بعد 4 إلى 6 أشهر تتحول إلى antibody secreting plasma cell حال شو وقت حال انه تتعرض لانتيجين لنفس الانتيجين رأسا تتحول من الميموري سيل تصير بلازما وبعدين تنتج الانتيباديز. لما تصير بلازما سيل راح تنتج لنا الانتيباديز البرايمري بلازما سيل. اكو امثلة عندنا على اللقاحات، عندنا اللايف فاكسين مثل البوليو فيروس فاكسين، الميزلز هنا شلون يصير الاتنويشن مالتها، عندنا الروبيلا فاكسين وشلون يصير الاتنويشن مالتها، اتنويشن يعني التضعيف، واللايف اتنويتد انفلونزا فاكسين وشلون يصير التضعيف مالتها.
احنا المفروض نكمل لكم كل الفاكسينات وشون يصير عملية انتاجها، لان جدا مهمة، وانتو شغلكم المفروض بايوتكنولوجي هو كيف يصير انتاج اللقاح. اللايف فاكسين اتنويتد فيرال فاكسين ريبريزنت ذا موست افكتيف مينز اوف انديوسينج برود اميون ريسبونس. هاي احنا يمكن بدنا نشرحها اكثر من مرة لانه هو جدا مهم. يحفز السيلولار والهيومورال اميون ريسبونس. ليش جدا مهم؟ لان يحفز كل المناعة، السيلولار والهيومورال، يعني الخلايا والانتيباديز. فلما يصير سبسيكوينت تعرض اخر، سبسيكوينت اكسبوجر، راح تكون المناعة جدا قوية. مثل عندنا البوليو، البوليو هو الفيروس اللي يسبب بوليوميلايتس، شلل الأطفال. البوليو فيروس هو positive strand RNA virus, a member of enterovirus family. الانفكشن with polio is often asymptomatic, ما تظهر أعراض. But subsequent cases infection result in severe damage of motor neuron. ليش يسبب شلل الأطفال، شلل عند الأطفال؟ لأنه يسوي دامج، تحطيم للنيورونز للخلايا العصبية، فيؤدي إلى أنه مثل يصير ضمور بالعضلات، فيؤدي إلى الباراليسز، يؤدي إلى الشلل، أعصاب ماكو بتتحرك، فيصير هذا الشلل. الفيرست فاكسين أجينست بوليو واز فورمالين إنكتيفيتد، يعني يجيبون الفيروس ويسووا له inactivation، ضعفوا بالفورمالين ويقدم كلقاح، وكان هاي بال 1950. فسووا له، واكو طريقة انه يقدمونه باساجات بالهامستر، هامستر برين، يعني تيشو كلتشر، خدت تيشو كلتشر، يسوون عدة بساجات من الهامستر برين ويضعفوه، وآخر شيء يسوون باليولك ساك اوف امبريونيتد ايج، اكو كيس الكيس اليولك ساك، كيس ماي يولك بالامبريونيتد ايج، بالخلايا بالعفو بالبيضة اللي بيها جنين، هناك أيضا يحقنوا ويضعفوا. الميزلز فاكسين، ميزل فيروس، ممبر اوف باراميكزو فيروس، يسبب الحصبة. هذا طبعا كان معروف بالنسبة للإنسان، سبب وفيات كثيرة، فتوصلوا إلى لقاح له. فلما ينطون اللقاح للهيلثي سبجكت يصير عندهم رش، حمار وقحة وفيفر، وتصير هاي الطقع أو الحمار عادة تبين هي على البطن وعلى الظهر بعمر الخمس سنوات عادة وأقلهم. الميزلز اميون سبريسيف فاكسين، هذا يؤدي إلى إنه هذا اللقاح، عفوا الميزل فيروس، الميزلز فيروس يسبب انه يخفض مناعة الجسم، لذلك راح تصير اصابات بانواع بكتيرية اخرى او فيروسية اخرى نتيجة لضعف المناعة. بالنسبة للفاكسين أيضا بالخمسينات، الفاكسين ضد الميزل
ميزلز هو الانكتيفيتد فيروس، يسوي الانكتيفيشن ويكون شورت ليفد، تكون شورت ليفد اميونوجينيسيتي زين بالبداية، لكن طبعا بمرور الوقت وتطور العلم صار انه الميزلز اللقاح مالته اتنويتد ميزلز فاكسين يكون لونج اكتين اصلا فور لونج تايم، نهاية العمر هو يشتغل اللقاح. هو يمرروه بعدة بساجات بالتشو كلتشر فالحد ما يتضعف الى الحد اللي هم يريدوه. اشتغلوا بالولايات المتحدة الامريكية، باوروبا، بروسيا، بتشيكوسلوفاكيا وباليابان، كل واحد على حدة اشتغل وعلى different strains. وباليابان اشتغلوا على strain تختلف عن strain اللي بروسيا وعن strain اللي بالصين، و انطى ديفرنس مختلفة. طبعا اكيد كل واحد يسوي لقاح على السترين اللي موجود عنده لانه اكيد يختلف، وايضا يعني يجرب على الناس مالته على شعبه من يسوي خاص لهذول للصينيين او خاص لليابانيين لانه جسمهم متقبله وما صارت عندهم مشاكل. قد غير الريس، الريس ايضا ممكن انه يختلف، ايضا نوع السترين ايضا يختلف. الروبيلا فاكسين ايضا الروبيلا فاكسين هو لايف اتنويتد، يسوي فيفر وراش وارثرالجيا. تصاب ب البريجننت وومن، يؤدي الى يسموه كونجنتال روبيلا سيندروم، هذا يؤدي الى الابورشن او تشوهات، يعني يولد الطفل لكن مشوه. فاكو فاكسين ينطى عادة اللي بالعمر الصغير، وهسه اغلب اللقاحات هي مولكيولر وايضا تمرر بتيشو كلتشر خصوصا اذا كانت فيروسات. طبعا ما تطرقنا الى الدي ان اي فاكسين، ما تطرقنا الى المولكيولر جينيتك، عفوا جينيتك انجينيرد فاكسين، هاي كل هذا ما تطرقنا لها. نتمنى ان تكون عندنا فرصه ان نتطرق لها لانه جدا جدا مهمه، والعالم كله هسه دا يستخدم هذه الطرق. اغلب الاتنويشن يكون متشابه، لكن عندنا اكو اختلاف وين هنا بالانفلونزا فاكسين، باعتبار انه هو الفيروس هو ار ان اي فيروس، الجينوم مالته الفيروس الانفلونزا فيروس يحوي او يحمل تو سيرفيس بروتين، هيموجلوتينين ونيورامينيداز. فالشغل اللي هم عوامل الفوعة او الفيريلنت فاكتور، فهنا راح نشتغل وين على الشيفت والدريفت. نقدر نسوي شيفت ودريفت وينتج منها منهن لقاح، ممكن انه يشتغل على انفلونزا اي وانفلونزا بي اذا تتذكرون نشتغل الشيفت والدريفت، وعلى هالاساس هذا وعلى هذه الخاصية اللي موجودة بالفيروسات ممكن انه يسووها بإيدهم وينتجون منها اللقاحات وتتطبق على certain population. عندنا الـ RNA viruses مشكلة أنه undergo mutations، تصير بها عدة mutations مثل ما قلنا بالدريفت. عندنا الـ HA type الهيموجلوتينين، فتشوفون واكو نيورامينيداز، فتشوفون اكو H1N1 H2N1، هذا ال H اللي هي تعود الى الهيموجلوتينين وال M تعود الى النيورامينيداز، فاكو طفرات تصير الهيموجلوتينين يصير هيموجلوتينين 1 او هيموجلوتينين 2 هيموجلوتينين 5، ومن ادها تسموا ال H1N1 ال H2N1 H2N2 H5 وهكذا.
على منو اللي صار بطفرة تختلف عن الوايلد تايب، تختلف عن الوايلد تايب اللي اصلا الفيروس او الانفلونزا فيروس. العفو، اكو عندنا اليلو فيفر فيروس ايضا صارت له عملية تضعيف وطفرات، يعني يسوون طفرة يضعفون بها انتاج هذه البروتينات ويخفضون من محتواها، يعني اكو يسوون كلينيكال ستاديز. اكو عندنا على تو سترينز، على ريسورتمنت يصير بالانفلونزا فيروس فاكسين، يسوون بيهم طفرة ويردون يسوون من عندهم الفاكسينات. انتهت محاضرتنا.